السلام عليكم يا ماس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو بكر؟ متأخر ليه كده؟ الحمد لله يا ماس، عامل ايه؟ الحمد لله. يلا نحضر أدواتك. ماشي يا ماس. ايوه محضرها يا مان. يلا يا حبيبي، يلا عشان يتملى. ماشي يا مان. مش عارفة يا فندم، ده هبص لك على ورا. طيب يلا. حضرها يا مس. طب يلا عشان نكمل. أول كلمة يلا يا أبو بكر. ماشي يا مس. يلا يا حبيبي اكتب لي كلمة كتكوت. 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 شد شركة على السطر. يلا كتكوت. يلا كتكوت. يلا يا زين، يلا يا حبيبي اكتب لي كلمة كتكوت. يلا صوتو طيب بقى. صوتو. يلا يا ابو بكر كتكوت. بعدها ك ك ك ك امشي تعالى هنا. هو اهو حيوان منحرف. كو يبقى ألف. كو. واو. يلا كات كوت. فيها صوت طويل دي يا أبو بكر. وأنا مش شايفة. برافو عليك كتكوت. أيوة برافو عليك يا أبو بكر، ممتاز. اكتبي يا مستر. يلا يا حبيبي هقول لك تكتب ايه تاني. اكتب لي اكتبي يا مستر. هقول لك اكتب لي كلمة توت. 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 ماشي يا مستر. توت. كاتكوت. توت. توت قصدي توت. ايوه كتكوت. ماشي وبعدين اما توت. يلا مليكة. يلا يا ايكا. ايكو اكتبي لي. يلا يا ايكو توت. امتى توت. يا مس؟ واو. ايوه اكتب لي توت فيها مد بالواو. مليكة تتم. انت معايا؟ عودت التاء علي يا مس. تو 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 عليها ايه؟ ضميت بق يبقى عليها ايه؟ ضمه. ضمه يا عليها مس. ضمة. ايوه مش ومليكة. مهم. يلا ايكو. حاضر يا مس. يلا
يا لوح يا سخنتر. صح شوية. يلا كتبت توتي يا ابو بكر، ايوه يا مس. وريها لي. توت كتبت ايه بس؟ وريني. ايوه برافو عليك شاطر. يلا يا ايكو معايا ولا لسه حبيبي؟ طيب اكتب لي كلمة تاج. 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 يا قلبي اتفضلي. ايوه تاج. عملت شطة وقعت وعملت شطة. نعم. تاج. في صوت طويل. تاج. ده صوت طويل. عسل. يلا نلمس. عملت يا مس. خلصت يا مس. الحمد لله. مستر خلاص. وريني استنى بس كده بابا. ايوه برافو عليك. اكتب تاني مس. اكتب لي ايه تاني؟ هي حبيبة قلبي مليكة، انتي معايا ولا لسه؟ معاكي يا مس. يلا نوم. اكتبي يا بابا. طيب يلا اكتبي لي تاج يا مليكة. صحصحتي؟ ميكا صحصحي شوية. انت عملت لا لا كده. لا لا لا، ده انا هجيب لك تاني. شوفي شوفي انا عاملاها ايه. شوفي بص انا عاملاها ايه. بصي انا عايزة حاجة اعمل بيها. حاضر عيش مثلا. حاضر يلا تعشبي دي وانا هجيب عيش بجيب. يلا امسكي بس عشان ما تكبش علينا. طيب يلا نجيب عيش بجيب. صح. خلاص يا قلبي كتبتيها ولا لسه؟ يلا ايكو. صوت سهلة جدا. خلاص يا ايكو. يلا عشان عايزه مش انت كنتي عايزه تلعبي البالون؟ يلا عشان نلعب البالون يا كتاكيت. وريني يا ايكو كده كتبتي ولا لا؟ بطاطا. ايوه بسخنه بسخنه. يلا يا كتاكيت بالون عشان نلعب البالون. يلا خلينا يلا بالون. يلا يا ابو بكر اختار لي كده بالون. ابو بكر يلا اختار بالون. ها هتختار لون ايه يا بالون يا ابو بكر؟ الأخضر اخضر. اللي تحت. اللي تحت. ماشي يلا. ده اسمها ايه؟ اسمه ايه ده يا ابو ده بكر؟ اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ زيت. اسمه ايه؟ زيت. زيت. برافو عليك. طيب التاء هنا في كلمة زيت يا ابو بكر.
متصلة من أول الكلمة ولا متصلة في آخر الكلمة ولا وسط الكلمة ولا منفصلة؟ متصلة أيوة ومنفصلة متصلة من أنهي جهة بقى؟ ها؟ كده. متصلة من أنهي جهة؟ آخر الكلمة. في آخر الكلمة. برافو عليك، شاطر. إجابة صحيحة. ممتاز ممتاز يا أبو بكر. معايا يا أستاذة، أستاذة إيكو، يا إيكا، أيوة أنت يا ميس. معايا؟ أيوة ماشي، عشان أنا تختاري كلمة البالون. يلا هنكتب براحتي. كلمة ازاي يا أولاد؟ نكتب الأول كلمة ازاي؟ ذا. يلا يا أبو بكر، يلا يا إيكا. ذا ازاي؟ مش معايا. هذه ازاي؟ الكرة زي فتحة ازاي فتحة؟ زي. زي. ايات يلا يا إيكا، ايات يا هنا في نهاية الكلمة، التاء هنا في نهاية الكلمة. زيات زيات زيت. زي يلا طيب، اكتب زي زي وزا. زي زي اعمل زي فتح منك يلا يا الزي حلوين، زي تضغط عليها بيت. فتحة فتحة زي 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 ازاي؟ انا كاتباها قدامك يا ابو بكر، انقلها يا ابو بكر. لا ما ينقولهاش يا مس، معلش ثواني بس. زي تاء يا بكر، اصبر بس. التاء دي. ايوه كده صح. جاله ورا مس. وريني يا حبيبي. لا برافو عليك يا ابو بكر، ممتاز شاطر. مليكة انت معايا ولا لا يا ايكو؟ هو اللي كنت انا حاطه، المستاذ، انا اللي معلم. مليكة. اهو كان في نقط كتير هنا كنت طب يلا يا ايكا، هشيلهم هتختاري بالون ولا لا؟ شوية. ابو بكر اللي هيختار برضو. لا ها يا مليكة، مليكة خد تختار بالك. بالون يا مس. طب مليكة تختار يلا بالون يا يلا. روح، دخل عني بالون يا الوردية. ايكا. الوردي. الله، تعالي نشوف كده الوردي فيها ايه. تفاح. تفاح. التاء هنا متصلة في اول الكلمة ولا وسط الكلمة يا ايكا، ولا في اخر الكلمة، ولا منفصلة؟ متصلة. برافو عليكي، متصلة في أول الكلمة. إجابة صحيحة. طب تعالوا، يلا يلا يا إيكا، انت وأبو بكر نكتب كلمة تفاح. يلا تو اكتبي. تف يلا اكتبي بقى. تفاح. يلا يا شباب، اهو بروح اشوف. يلا يا حلوين، تفاح. صوت عليه جدا. يلا يا شطار، اكتب بخط واضح وخط حلو، اللي يخلص يوريني. ها مين خلص تفاح؟ كتبت يلا يا يا مت. يلا يا إيكا،
وريني كده. ايوه برافو عليك يا ابو بكر، نجمه يا ابو بكر، شطور يا روحي. هيا ايكو، ايكو حبيبي كتبتي؟ نجمة كبيرة نجمة كبيرة هاي حلوين. طلعت كتبت تفاح، بعد ما نوريها للمسيا. عشان ما تكبيهاش استنى. ماما كنت مبسوطة من اللي سي وخلاص. طب معلش نشرب اليانسون دلوقتي. لا أظن يلا يا فيك حلوين. ايوه برافو عليكي يا ايكو، برافو عليكي شطوره. يلا يا ابو بكر البالون الثاني. اسمك ونروح نعمل شاي. يلا انا ابو بكر سلام. يلا اختار بالون يا ابو بكر. ماشي يا مس، صغيرة ما تغيرش هاتي الصفحة اهو. يلا يا الصفرة حبيبي عادية، انت اخترتي الصفحة البلد. العادية. ادي ماشي الصفحة، هجيب لك الصفحة. ده اسمه ايه يا ابو بكر؟ الصفحة ها كتاب. كتاب اه اسمه كتاب. كتاب، برافو عليك كتاب. أبو بكر طيب التاء هنا متصلة من اليسار ولا الجهتين ولا اليمين ولا منفصلة؟ جاتني جاتني جاتني. جهتين، برافو عليك. يلا نكتب ممتاز كتاب بقى، يلا يا شطار بخط حلو وواضح وجميل. جابه سين صحيحة. سين تاب. يلا يا كتاب شطار كتاب. خلصناها ولا لسه؟ كتاب. أمرة تانية. ألف. عملت يلا يا مليكة كتاب انت فين؟ ألف. خلصت يا مس. وريني. انا مش شايفه هي فين الكتاب دي. ارفع فوق كده يا ابو بكر، ارفع فوق. ايوه برافو عليك كتاب، شاطر. مليكة دخلت التاني ولا لسه؟ لا هي دخلت التاني، هي هتختار بالون. كتاب. يلا يا مليكة، يا مليكة يلا يا ايكو. ليه صح يا ماما؟ مليكة اختاري يا اختاري مس بالون. الكتاب ولا الكتب يا مس؟ البنفسجي كتاب كتاب. مادة يا مس أحمر، مادة علي. يعني انا كتبها صح؟ أنا مش شايفة. أيوة صح بقى، مادة علي أو بعد التاء أحمر. صح، الأحمر. مش أنا فاكر قلت لي كتب. لا كتاب، مادة ألف بعد التاء. لأنها أم كتب. يلا يا تمام. حلوين، ده اسمه إيه يا مليكة؟ اسمه إيه يا إيكو؟ سين. اسمه إيه؟ سين. أيوة التاء هنا، التاء عليها إيه؟ تاء فيها تاء ولا تاء، ولا تاء ضمة فوق ولا تاء كسرة فيه؟ ولا ضم ولا كسر. مليكة يا مليكة. ايوه يا مس. كسرة. ايوه عليها سين كسرة صح، كسرة، سين عليها كسرة، كسرة. برافو عليك. ممتاز. ممتاز. يلا يا ابو بكر استنى، لا نكتب تين الاول، احنا ما كتبناهاش يا ولاد. يلا نكتب تين الأول. ممتاز. تين.
سين فيها مد بالياء يا ولاد. ايه ده من غير اي نقط؟ لا سين. انا عايزه اقول لك حاجه، المشكله تين هو اصلا ما فيهوش ولا ضمه، لا هو في حرف كسرة، كده في كسرة كده. لا تحتها كسرة. سين عسل. والمس خلصت يا مس. خلصت يا مس؟ ما اجيب لك فلوسي تاني بروك تبوني. ممتاز انت بتقولي طبعا زي تلفزيون يعني؟ ايوه كتبت يا مس. قول مس كتاب ما اعرفش كتبت يا مس. يلا الو تين يا مس الو الو نعم ايوه شاطره يا مليكه. ابو بكر يلا اختار بالون. يلا يا بكار هتختار ايه؟ بيقول لك الأحمر يا ميس. علو الاحمر. صوت اخترناها اخترناها يا ابو ماما. بكر. مالك اختار اختارت الاحمر، الأحمر. اختار واحدة تانية. الايه؟ الأخضر. الاخضر اللي لا ما فوق. ماشي تديش. ركزي يا مليكة بقى، ده اسمه ايه يا ابو بكر؟ هذه يا بكار. توت. توت. ايوه برافو عليك. طب التاء هنا في كلمة توت عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ تو تو ماما بقولها تو. ايوه برافو عليك، يعني هي عندها ضمة. توت في أول توت. كلمة. أنت بتقولي يبقى تعالى نشوف كده الضمة. متصلة ومنفصلة. إجابة مش صحيحة. هنكتبها يا ولاد، مش هنكتبها بقى. يلا يا مليكة، يلا يا ايكو، اختاري يا ايكو بالون. يا ايكا مليكا مليكا، اختاري انت بالون يا سامعاني ولا مليكة. لا؟ ايوه يا مس طب يلا اختاري بالون يا ماما. اقفل وارجعي ماشي الاصفر ولا الليموني؟ عشان المس ما قالت لنا. حاضر حاضر عشان بس اللينك ما يتسالش. البنفسجي. الايه؟ البنفسجي. ماشي، اختارت البنفسجية يا مس. ده اسمه ايه يا قلبي؟ ده اسمه ايه يا ايكا؟ ها اللي بنفطر عليه في رمضان اسمه ايه؟ ايه تمر. اسمه ايه؟ تمر. تمر. خلصت تمر. يا مس. تمر. يلا يبقى التاء عليها ايه يا تمر. مليكة؟ التاء ما عليها ايه؟ كتبتش فتحة ولا كلمة ضمة تمر. ولا كسرة؟ هيا يا ايكو مليكة، لما اقول تا أيوة تم واضحة يبقى تا عليها ايه؟ فتحة ولا ضمة ولا فتحة كسرة؟ فتحة. أيوة شطورة ممتاز. ممتاز. تعالي يلا نكتبها. تا تمر. كتبت يا مس. كتبت ايه؟ تمر. لحقت، برافو عليك شاطر. يلا يا ايكو تا. عندي يلا يا نقطتين مليكة اكتبيها بس معايا. انا الوعد. تمر. يلا يا ايكو. انت عملت لي واحدة، عملت كل ده، خلصت. ها بدأت حلويات برافو عليك كتبتيها؟ دي ايوه يا ميدو وريني. اختار مين ايوه تاني؟ برافو عليكي يا ايكو شطورة ممتازة. طب يلا يا ابو بكر، يلا يا ابو بكر يلا يا ابو بكر اختار. يلا بالون. الأزرق. الازرق. اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت. اللي تحت.
ماشي. سلام. ده اسمه ايه؟ دول حوت. ده اسمه حوت. ايوه برافو عليك، حوت. كلم المس طيب التاء شوفوها هنا دلوقتي. يا ابو بكر، بص بقى، التاء في كلمة حوت متصلة من اول الكلمة، من اليسار ولا من جهتين ولا في اخر الكلمة متصلة ولا منفصلة اصلا؟ التاء دي متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. منفصلة. طيب ماشي، تعالى نشوفها كده. بطل، بطل يا ابو ممتاز. بكر. حق. ممتاز، يلا تعالى نروح نكتبها بقى. حوت. يلا يا حبيبي. هنكتب حوت. 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 يلا يا حبيبي، مليكة خرجت تاني. يعني الوقت زي الضمان. ما هي دايما قرار مرة تعملها ولا يلا يا حلوين. والله ما دي اسمك اللي مس ممكن 24. الو مليكة دخلت. يلا يا حلوين، حوت. وستي اديستا عد بالعربي روز تشيزي. يلا يا ايكا اكتبي لي حوت. يا ايكا مليكة اكتبي حوت. وحش يكون وحش. يلا يا قلبي. طب الوان الاكبر الواحد السمكة الكبيرة دي. يلا اكتبي حوت. اي هوريها لك، بس اكتبيها عشان اوريها لك. حتة واحدة. اكتبيها الاول وانا هوريها لك. ما الواحد مين الوان؟ هي الواحد من الوان يلا يا حبيبي. لا واحد بس. بس انا احنا عندنا كام؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة حوت. خمسة. يلا يا ايكا وريني كلمة حوت. ايوه كتبتها يا مس. وريها لي. الله عليك يا شطورة. طيب عايزة تشوفي الحوت؟ تعالي أوريكي الحوت. هو ده، بصي هو ده الحوت. يوت يا شيكابيلوس يا خلاصي. يلا اختاري لنا بالون بقى. انا بهرب، انا بهرب. انتي منبهرة؟ اختاري لنا يا بنتي بالون. ازاي مهرب؟ يا مليكة يا انا بنتي اختاري بالون. الله يهديك. الازرق. اللي فوق ماشي. لا اللي تحت، لا اللي اللي تحت تحت دي احنا اخترناها قبل كده. يلا ده انتي هترسمي لي على التاء، كل تاء ارسمي عليها دائرة. يلا اوكي. يعني كل تاء ترسمي عليها دائرة. يلا يا كريم. يلا يا ايف. دي اوكي. اول اول واحد كي تري لا لا يلا ايه ده، ايه ده، ايه الشطارة دي؟ اللهم لا بارك. ما دي السؤال بتحرف ماشي التاء. ايوه ده سؤالك، كل تاء ارسمي عليها دائرة. يلا عايز يخت عايز نكتب بلون تاني احمر مثلا او حاجة عشان اوكي تبان. اوكي ايوه في واحدة تانية ممتاز يا مليك. ممتازة ممتازة، برافو عليكي، شطورة طيب جدا يا مليكة يا ولاد، شطورة جدا. إجابة صحيحة. يا بسرعة برافو. بس تاني. لا ماشي ما بس شاء الله. لا انتي دخلتي على التاء ليه؟ ماشي مفيش مشكلة.
خلاص مش هناخدها. برافو عليك، إجابة صحيحة. شمس جدا يا ايكو، برافو عليك. سؤالك سؤالك جميل جدا. طيب يلا احنا فاضل لنا كده بالون واحدة ولا كده اخترنا كل الأولاد؟ مرتين كده اخترنا كل مرتين البالون. ايوه كده اخترنا كل البالون. يبقى احنا النهارده نعم اوعى تعملهم واحدة، اعملهم اتنين. اعمل ايه اللي واحد؟ اعمل ايه واحد واعمله اتنين؟ النهارده يا ولاد كده احنا راجعنا مع بعض على حرف اسمه حرف الايه؟ التاء. حرف ايه يا احنا كتاكيتو؟ حرف ايوه التاء مع الفتحه طبعا يا ولاد، احنا عارفين انها تاء، والتاء مع كسره تي، والتاء مع الضمه تو، والتاء مع الحركات الطويله يا ابو بكر، التاء مع المد الالف هيبقى صوتها ايه؟ تاء، مد الف تاهو، والتاء مع المد ياء تي، والتاء مع المد الواو ضد. واو توي. كنت ماشي. عامله غلط في طيب يا ايه؟ شفار، احنا واجبنا النهارده احنا هنكتب الكلمات اللي احنا كتبناها الجديده دي، الحرف التاء هنتملاها المره الجايه، واشوفكم على خير، وما تنسوش تقولوا لماما كل سنه وهي طيبه، وتدوها بوسه كبيره جدا. خدوا بالكم من نفسكم يا كتاكيت، هاتوا بوسه بقى. وحضرتك باي باي يا كتاكيت، بس السلام عليكم. وحضرتك بتدي متاعي يا ميس. طيبة يا ميس، نعم يا انت ميس سنة وانت طيبة يا بس. يا روحي وانتي طيبة يا حضرتك قلبي. بتدي ولاد زي متاعي. بدي اولى ابتدائي مسائي لان لما تبقى معاك ان شاء الله. ان شاء الله. اشوفك على خير يا روحي، مع السلامة. باي باي باي. باي. في الله يا كتاكيت.